حول هذا الموضوع تصريحات وزير التربية والتعليم. ينضم إلينا عبر الهاتف الخبير التعليمي الأستاذ ياسر حسنين. سيد ياسر، كيف ترى دعوة وزير التعليم لإلغاء مجانية التعليم لأنها ظلم اجتماعي بحسب رأيه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. وتحياتي لحضرتك ومشاهديك الكرام. الحقيقة يعني لا أجد من تعليق لوزير انقلابي في نظام منقلب مغتصب للسلطة يسير على خطى سيده. إذا كان رمز الانقلاب والمنقلب السيسي يقول وماذا يصنع التعليم في وطن ضائع، يعني هذه جريمة. يصف الوطن بدءا بالضياع وهو الذي ضيعه نظامه وعصاباته الانقلابية المجرمة، ثم يزيد وماذا يصنع التعليم، فما قيمة التعليم إذن؟ يعني إذن لا عجب أن يأتي وزيره يتحدث بهذه الصفاقة عن مجانية التعليم ويحاول أن يمهد الطريق للعدوان المتكرر على المواطن المصري الكادح الذي يدفع من عرق جبينه ضرائب ويدفع من عرق جبينه يعني كل ألوان الدعم التي يعني لا يراها السيسي إلا أن خزانة الدولة فقيرة تحتاج إلى جيب المواطن المصري. الحقيقة هذا عدوان سافر يعبر عن المنظومة الانقلابية ككل في كل المفاهيم، العدوان السافر على المواطن في كل مجالات الحياة ومنها التعليم. ولكن ماذا عن التوقيت سيد ياسر؟ كيف تفسر توقيت ومغزى حديث طارق شوقي في هذه التصريحات، خاصة عن 8000 موظف بديوان الوزارة لا يقومون بأي عمل كما قال؟ هو يرمي أن هذه حقائق، نحن نتحدث فعلا عن بطالة مقنعة في المصالح الحكومية، لكن هم لا ينظرون إلى المواطن المصري وكيف، من المسؤول؟ المفروض في أي دولة محترمة الدولة التي تفجر طاقات موظفيها ومواطنيها فيما يحقق يعني مصلحة الشعب والوطن. نعم، أما العدوان لتسريح هؤلاء الكادحين وماذا يفعلون مع أسرهم، التسريح ده هو لغة أصلا تحدث بها السيسي أكثر من مرة، ولا ننسى كلامه الأخير أن العلاوة الدورية التي ينتظرها المواطن يعني لتساعد فيما يعني أثقل كاهله من أعباء أيضا تحدث عنها السيسي صراحة. الحقيقة نحن يعني بنرى أن كل هذا يتم تحت مظلة أنا لا أسميه برلمان، فهو يعني كما يعلم الشعب المصري كيف اختير هذا هؤلاء، هي أشبه بغرزة تجمع فيها يعني خدام الصهاينة والراضين بحالة الاستبداد التي يعيشها مصر والمصريين. في نطاق هذه الغرزة لا يسمع إلا صوت المستبد ولا يسمع طيب إلا في صوت نطاق هذا في نطاق هذا الواقع التي فيما يخالف هواهم. طيب في ظل هذا الواقع الذي ذكرت سيد ياسر ومنظومة تعليم جديدة يتحدث عنها طارق شوقي وزير التربية والتعليم من ضمنها أو يريد أن يكون من ضمنها إلغاء المجانية، هل سيتناسب ذلك مع الشعب المصري؟ لا يتناسب من أي باب من الأبواب، الشعب المصري الآن يعاني أشد ما تكون معناه من أجل لقمة العيش، فكيف يتحدث عن إلغاء مجانية؟ من يستطيع أن يتعلم؟ هذه ردة. مجانية التعليم حق أصيل، مجانية التعليم هذه ليست هبة من الوزير وليست هبة من يعني رأس العصابة عبد الفتاح السيسي وشركائه، ليست هبة من أحد. التعليم كما نص عليه الدستور هذه مخالفة دستورية، التعليم حق لكل المصريين وفي خدمة تعليمية متميزة، لكن عندما يتحدثون يتحدث النصوص من شؤون المدارس التي تتعدى مصاريفها يعني مئات الالاف ويعلمون فيها اولادهم ويتركون المواطن الكادح يعني المحروم من كل طيب يعني الرعاية فكره تطبيق هذا يعني فكره تطبيق هذا الكلام يعني يعتدون على الحق الاصيل لهذا الشعب. طيب هو حق لهذا الشعب، وحال تطبيق او الغاء مجانيه التعليم سيخالف ذلك الدستور والقانون في مصر سيد ياسر. طيب نعم. كيف ترى مستقبل المنظومة التعليمية أو التعليم في مصر حال تطبيق هذا الكلام الذي تحدث فيه طارق شوقي عن إلغاء المجانية للتعليم، ولكن باختصار إذا سمحت لي؟
حاضر يا استاذ. الحقيقه يعني انا ارى ان التعليم في خطر، شأن كل مجالات الحياه في الوطن، كما صحه المواطن في خطر، كما ان الفلاح المصري في خطر، التعليم بكامل منظومته حقيقه في خطر شديد جدا. اولا من حيث صياغه المناهج، من حيث قاعات الدرس والمدارس ذات الكثافه العديده، الان رفع الغطاء عن المدرس وتجريم كل يعني العمل على تجريم الدروس الخصوصيه وعدم البحث عن معاناه المدرس اساسا والمعلم باعتباره مواطن مصري له حق الرعايه الكامله. الان عندما يتحدث عن رفع مجانيه التعليم، هذا مهدد قوي جدا للاسره المصريه، مهدد شديد للاسره المصريه. احنا بدل ما يعني برلمان الثوره كان يبحث عن توسيع القاعده التعليميه والاهتمام والبحث عن جوده التعليم والتوسع في التعليم الفني والارتقاء به لتشكيل جيل جديد يعني يخوض حاله الاصطناع في مصر ويجدد مفردات الحياه في كل المجالات، الان رده وعدوان على حق المواطن المصري. حقيقه لست مستبشرا تماما بهذه التصريحات، ويعني انا يعني اشعر فعلا بعدوان سافر واتطلع الى الاسره المصريه التي تخالف يعني الدستور والقانون وتخالف اثار هذا الانقلاب واقع الى الشعب المصري. يعني وصلت الفكرة أستاذ ياسر حسنين الخبير التعليمي، شكرا جزيلا لك. إلى ذلك أعلن المستشار الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد صابر أن نحو 45% من إجمالي الحواسب اللوحية التابلت المتعاقد عليها لم تصل بعد. يأتي ذلك بعد نحو شهرين من بدء الدراسة، وكان وزير التربية والتعليم طارق شوقي قد أعلن أن الوزارة ستوفر التابلت المدرسي على نفقتها الخاصة لكافة طلاب المدارس الخاصة، كما طالب أولياء أمور الطلاب بالمدارس الحكومية بالمشاركة بأموالهم في تطوير العملية التعليمية. قال المتحدث باسم وزارة التموين أحمد كمال إن الوزارة فتحت باب تظلمات للمستبعدين من البطاقات التموينية خلال الفترة الماضية، وأوضح أنه يمكن تقديم التظلمات عبر مكاتب التموين والموقع الإلكتروني دعم مصر. وكانت الوزارة قد أوقفت صرف السلع المدعمة 4 ملايين مواطن بزعم عدم تحديث بيانات البطاقات التموينية. أعلن الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار أن بعثة أثرية